مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا باهم العناوين. قمه السوبر. رجل المباريات الكبرى. ليالي الأبطال، خماسية الريال. إيهاب عبد الرحيم في ضيافة أخبارنا. أما موضوع حلقتنا وكالعادة طبعا يهمنا نعرف رأي حضراتكم عنه ودايما بننتظر إجاباتكم، هو شارك برأيك، ما هو التشكيل الأنسب للزمالك في قمة السوبر أمام الأهلي غدا؟ يا مساء الخير واهلا بكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه طبعا عندنا كلام كتير النهارده طبعا يخص مباراه القمه غدا والديربي غدا ما بين الزمالك والاهلي في كاس السوبر المصري، ولكن في البدايه لازم اوجه رساله مهمه قوي للاعبي نادي الزمالك من داخل قناه الزمالك. رسالتنا للاعبي الزمالك او للعيبه الزمالك، لازم يكون بكره قدامهم هدف واحد بس. لو انت فعلا عايز بكرة ترد لنفسك ولجماهيرك ولكل حاجة، رد بالمكسب عشان تهدي الكاس ان شاء الله لما تكسب بكرة لزمايلك اللي هم حاليا بيمروا في ظروف صعبة للغاية. وقت الشدة بيبان معدن الرجال، وبكرة هيبان معدنكم، وبكرة لازم ولا واحد فيكم يقصر جوه ارض الملعب، وكل الزملكاويه كلنا مستنيينكم بكره، وعندنا ثقه في كل لاعب فيكم ان انتوا تقدروا بكره ان شاء الله تثبتوا للعالم كله ان ولاد الزمالك يقدروا يعدوا كل المحن ويقدروا يعدوا كل المواقف الصعبه. مش جديد على الزمالك يعني ان هو يمر بموقف صعب ويعدي منه. قدر الزمالك، قدرنا كده، هنعمل ايه؟ قدرنا ان الزمالك يمر بظروف صعبه او ان الزمالك يمر بموقف صعب. هتيجي تسالني طيب المواقف الصعبه اللي احنا بنعدي بيها او الظرف الحالي اللي احنا بنعدي بيه ده هيبقى سهل علينا ان احنا نلعب بكره؟ ان شاء الله هنفصل، وان شاء الله ان احنا قادرين نعدي الصعب. احنا واثقين في لعبتنا، ثقة بصراحة ملهاش حدود. وبكرة معدنا إن شاء الله إن احنا نرفع كاس السوبر المصري، لأنه خلاص هي 24 ساعة للنهائي. واحد من الماتشات اللي ما تقدرش تنكر اللي بيستناها جمهور نادي الزمالك، أنت من وقت مباراة بيراميدز وأنت بتعد الأيام عشان تقابل الأهلي. وخلاص كان المفروض طبعا نكون بنتكلم في تفاصيل تانية، كان المفروض نكون بنتكلم كلام تاني، كان المفروض نكون بنتكلم في ظروف احسن من كده مليون مره، كان المفروض اكون دلوقتي بقول لك ان الاجواء ولا اروع، كان المفروض اقول لك ان المعنويات مرتفعه، كان المفروض اقول لك ان الروح المعنويه داخل الفريق ولا اروع، كان المفروض اقول لك كلام كتير جدا داخل الفريق، وده اللي كان المفروض انك انت تسمعه، ولكن زي ما بقول لك هو ده قدر. واللهم الاعتراض على القدر اللي الزمالك تعرض ليه، ولكن محنة صعبة والزمالك هيعدي منها. طب الزمالك هيعدي منها ازاي؟ ان لعيبة نادي الزمالك بكرة بقيادة مستر جوميز تتخطى عقبة الاهلي وتكسب المباراة. المباراة بكرة ما فيهاش تهريج، المباراة بكرة احنا لازم نكسبها ان شاء الله، ان شاء الله لعيبة نادي الزمالك لازم بكرة 90 دقيقة تموت نفسها، وحتى لو رحت لركلات الترجيح، شوف سيناريو المباراة ده ممكن يوديك لفين، ما تخرجش غير وانت كسبان. واحنا واثقين فيكم يعني، ولكن خلونا ندخل ونتكلم في أجواء المباراة، لأنه
جمهورنا العزيز طبعا محتاج ان هو يعرف يعني معسكر الزمالك شكله عامل ازاي. ان عايز اطمنكم ان الزمالك مهما كانت الصعوبات هيلعب، وهيلعب على المكسب، وهيلعب على البطولة. الزمالك هيلعب بروح الزمالك اولا، هيلعب بروح اكبر قلعة رياضية في مصر. الظروف صعبة ودائما وابدا، ويعني هي دي هتبقى اخر عادي، عارفه هو ده الزمالك، هتفضل الظروف الصعبه بتلاحق نادينا الكبير. لو انديه تانية كانت وقعت وما قامتش، بس عشان انت الزمالك انت بتعرف تقوم وبتعرف تقف على رجليك تاني بفضل بقى حاجات كتير جدا. الحمد لله الزمالك بيعرف يقف تاني على رجله. واخرها لو فاكرين قبل مباراه السوبر الافريقي، وفي الاخر الروح الكبيره في منظومه الزمالك والعمل الجاد والمخلص والتحدي الكبير اللي كان جوه اللعيبه، وان اللعيبه بجد كانت على قد المسؤوليه، قدرنا ان احنا الحمد لله نحقق الفوز ونفوز. وانا بشوفها ان هي واحده من البطولات الهامه، وواحده من اهم بطولات القاره السمراء على صعيد الانديه. وادي الروح ان شاء الله اللي هتكون موجوده بكره بين لعبتنا وجهازنا الفني بقياده طبعا مستر جوزيه جوميز. هتقول لي طب ما احنا عندنا غيابات، في غيابات موجوده في الفريق بسبب الاصابه، وفي ضغوطات طبعا اللعيبه بتتعرض ليها، لعيبه الزمالك ما فيش خلاف على ده، وانت ما تقدرش تغمي عينيك على ده. ولكن في النهايه الزمالك هو الزمالك، هو اكبر قلعه رياضيه في مصر، وده العنوان اللي لعيبه الزمالك بكره ابطال افريقيا هياخدوا بيه لقاء بكره، او هياخدوا بيه ماتش بكره في كاس السوبر ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان هم يتوجوا بهذا اللقاء. اما بقى بخصوص استعدادات الفريق، مستر جوميز مركز جدا طبعا، وضروري من حقه انه يعني مع ان هو مركز على الجانب الفني وده الطبيعي، هو عليه عبء زياده كمان كبير جدا. يعني هو لو كان المفروض يجهز لعبته فني نفسيا 25%، فدلوقتي طبعا اضعاف. مركز جدا على الجانب النفسي في تحفيز اللعيبة وصناعة الدوافع والروح المعنوية للعيبة. كمان في تركيز زي ما قلت لكم في الجانب الفني والتكتيكي والمحاضرات الفنية، واستعرض معاهم كل صغيرة وكبيرة تخص الأداء المنافس. وكمان جوميز ناقش مع اللعيبه كل شيء تم او كل الاخطاء اللي حصلت في مباراه بيراميدز، وحدد معاهم كل المهام المطلوبه. والاكيد او اللي المفروض اي 11 لاعب هينزلوا الماتش بكره يكونوا جاهزين بنسبه 100%. ان شاء الله بكره تحدي بالنسبه ليكم، بكره ماتش مهم جدا بالنسبه ليكم وبالنسبه لينا، عشان حاجه واحده بس، تحققوا الفوز في الماتش وتفوزوا بكاس السوبر المصري، وتثبتوا ان الزمالك فعلا لا يعرف المستحيل. احنا مش نادي حجج، احنا نادي ما يعرفش المستحيل ابدا. احنا نادي مهما كان الظروف اللي هو بيتعرض ليها او اللي هو بيمر بيها، بس احنا قادرين نتخطى اي عقبه ممكن ان احنا نعدي بيها او نمر بيها. الزمالك بيقدر تاني يقف على رجله وبيبقى أحسن من الأول كمان، وبالعكس بيتوج بالبطولات على فكرة. يعني الزمالك كل ما بيعدي بأزمة أو كل ما بيمر بأزمة بيطلع منها وبيقف على رجله وبيبقى أحسن من الأول كمان، وبتعدي مسيرته أو بتكمل مسيرته بيبقى أحسن من الأول كمان، والجاية أحسن إن شاء الله. وإن شاء الله نعدي من كل الأزمات اللي احنا بنمر بيها إن شاء الله. في حاجة تانية عايزة أتكلم فيها، أو ملف تاني عايزة أتكلم فيه بصراحة، لأن أنا حسيت إن الفترة الأخيرة في لاعب حاسة إن أنا محتاجة أديله حقه. أنا شايفة إن اللاعب ده ما خدش حقه في الفترة الأخيرة، لأني بشوف واحد من أهم لعيبة ميركاتو 2024، ناصر ماهر، صانع الألعاب الساحر، أفضل لاعب رقم 10 دلوقتي في الكرة المصرية. ناصر ماهر في الزمالك قدر في وقت قصير جدا أو وقت قياسي يوصل لكل قلوب جماهير نادي الزمالك، مش بس لان هو لاعب موهوب ولاعب حريف ولاعب لايق قوي على الزمالك او صانع الاهداف القاتله في ارض الملعب، واخرها طبعا هدف الجزيري في مباراه بيراميدز. ناصر ماهر
لاعب بروح، عارفين انتوا بيقول لك لاعب لاعب على الزمالك، اللي هو لاعب بروح الزمالك اولا، قدر يكسب حب طبعا جماهير نادي الزمالك بسرعه الصاروخ يعني لاسباب كتيره جدا، ولكن خليني الخص لك 3 اسباب. عطاء بدني وفني رهيب ما شاء الله يعني في ارض الملعب. ثانيا تنفيذ التعليمات، ورقه رابحه في 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 اي مركز، صانع العاب، جناح ايسر او ديفندر جوكر. ثالث حاجه حبه لاساطير الزمالك الكبار زي شيكابالا وعبد الشافي، فهو تقدروا تقولوا كده ان هو قدر يكسب حب جماهير نادي الزمالك بسرعه جدا. انا من وجهه نظري لـ3 اسباب دول، ده غير ان هو يعني انا لو مدير فني ومعايا لاعب زي ناصر ماهر، فانا معايا ورقه رابحه، صفقه رابحه جدا بنسبه 100% يعني، وكمان صفقه رابحه الكابتن بصراحه حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، اللي بصراحه يعني بنشكرهم على هذه الصفقه، صفقه ناصر ماهر، وبنتمنى له طبعا التوهج بالتيشرت الابيض، وان هو يحصد المزيد والمزيد من البطولات اكتر مع الزمالك. يا ناصر يا ماهر، الماهر ناصر ماهر. هان كمان ما ننساش ان العقل المدبر بصراحة والمسؤول الاول والاخير عن تتويج الزمالك بالبطولات في الاونة الاخيرة، سواء كونفدرالية او سوبر افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله بكرة كمان في السوبر المصري. وجوميز يعني شاطر قوي في ان هو يقدر ازاي يخلي لعبته تفصل في المباراة بكرة، وقدر ان هو يحصد بطولات في وقت قصير جدا، قدر يحقق بطولتين قارتين مع الفريق، ومش اي بطولتين، احنا بنتكلم على كونفدرالية وبنتكلم على سوبر افريقيا. الحقيقة ان انا لسه طمعانة، والحقيقة بعد الاحداث الاخيرة طمعت اكتر واكتر ان البطولة التالتة ان شاء الله تتحقق بكرة مع مستر جوز. وخد بالك الزمالك اعلن التعاقد مع مستر جوميز في شهر فبراير اللي فات، وقدر في خلال 8 شهور يثبت ان هو مدرب كبير، مدرب بيحب الماتشات الكبيره، بيقدر يقرا الجيم كويس جدا، بيقدر يحضر لعبته نفسيا بدنيا بالشكل الامثل للمباراه. مستر جوميز لايق ايضا على نادي الزمالك، تحس ان هو مدرب يعني يليق بنادي الزمالك بقيمه وحجم نادي كبير زي نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر. بمناسبة كلامنا عن مستر جوميز وقدرته على إدارة المباريات الكبرى، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وبعدها نرجع ونبدأ أخبارنا. في 2 فبراير الماضي أعلن الزمالك تعاقده مع البرتغالي جوزي جوميز، تاريخ تتذكره جماهير الزمالك. بعد رحيل الكولومبي أوزوريو تولى معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت قبل أن يعلن الزمالك تعاقده مع جوميز. أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع هذا النجاح للبرتغالي، لأنه جاء في توقيت صعب، الظروف والعقبات والأزمات التي تعرض لها النادي كانت كثيرة، لكن جوميز أثبت أنه مدرب قدير، يجيد قراءة المباريات والتحضير الفني للنهائيات، وأصبح جاهزا لحصد البطولات. في بطولة الكونفدرالية نجح الزمالك تحت قيادة جوميز في كتابة التاريخ عبر كل العقبات، وتمكن من الوصول للنهائي. البعض قد يرى أن مهمته كانت سهلة، لكن الحقيقة تؤكد أنها كانت مهمة مستحيلة. في النهائي نجح جوميز في إدارة المباراة باقتدار أمام نهضة بركان المغربي، وحقق الفارس الأبيض بطولته الأولى مع جوميز، بطولة تأهل الزمالك من خلالها للمشاركة في السوبر الإفريقي. التعامل الفني والنفسي هو ما يجيده جوميز وبكفاءة، ولأنه مدرب برتغالي بارع نجح في تحضير اللاعبين لمواجهة الأهلي في كأس السوبر، وأدار المباراة بذكاء وتفوق على منافسه بشكل واضح. في اللقاء الذي نجح الزمالك من خلاله في التتويج بالبطولة الثانية مع جوميز، وفي نهائي السوبر المصري تتطلع جماهير الزمالك لتأكيد تفوق جوميز الذي فاز على الأهلي في الدوري وفي السوبر الإفريقي، وأثبت أنه رجل المباريات الكبرى.
البداية بتاعت أخبارنا من بيان مجلس الإدارة اللي أصدره امبارح، واللي بيقول يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري، ويثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة، ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون. وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق. دلوقتي وصل لاعبة نادي الزمالك للتدريب طبعا قبل مباراة النهائي، التدريب الختامي طبعا ده التدريب الختامي قبل المباراة غدا، ده على فكرة ده لايف، ده دلوقتي حالا قدام حضراتكم مستر جوزي جوميز، وهنتابع طبعا مع حضراتكم التدريب لحظة بلحظة، وعشان طبعا لحضراتكم كل الاستعدادات للزمالك قبل نهائي السوبر اللي اتمنى ان شاء الله ان الزمالك طبعا يتوج بيه، وكلنا ثقه في لعبتنا وكلنا ثقه في مستر جوزي جوميز لاداره هذه المباراه نفسيا وبدنيا وطبعا في المقام الاول فنيا، وان اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم تفصل نهائيا عن كل شيء بيحدث خارج ارض الملعب ويركزوا فقط في المستطيل الاخضر من اجل اسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك في العالم كله بالتتويج بالبطوله، وهو ده اللي هيسعد جماهير نادي الزمالك، هو انك انت تتوج بهذه البطوله وانك انت تكون مركز في ارض الملعب صبحي اهو زي ما حضراتكم شايفين شحاته. توضح طبعا ان اللعيبه مركزه، عبد الله سعيد اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه بكره تكون مركزه خلال ال 90 دقيقه، ايا كان بقى سيناريو المباراه هيروح بيك لحد فين، بنتايج محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، يعني ان شاء الله نتمنى بكره برضو يكون لي دور في ان شاء الله يكون لي دور بكره ان شاء الله في المباراه، وزي ما كان لي دور في مباراه السوبر الافريقي اتمنى ان شاء الله يبقى لي دور بكره. بكره برضو من اللعيبه اللي هيكون ليها دور اعتقد كونراد مشلاك، واصلا يعني من الكواليتي اللعيبه اللي جماهير نادي الزمالك اعجبت بيهم بشكل كبير جدا من ساعه ما شارك في اول مباراه، على فكره اول مباراه شارك فيها كانت في السوبر الافريقي، بعد كده لما شارك امام بيراميدز في الدقائق الاخيره اعتقد يعني بنسبه كبيره طبعا هيشارك في المباراه بكره. زي ما قلت لكم مهم جدا ان انت عامل التركيز هو اهم حاجه في المباراه، وانك انت تفصل تماما عن كل شيء يحدث خارج المباراه، وانك انت تسعد جماهير نادي الزمالك اللي هتكون اكيد موجوده واللي اكيد هتكون بتسندك واللي اكيد هتكون بتشجعك، وده اللي انا طالبه اصلا دلوقتي من جماهير نادي الزمالك، ان انتوا دلوقتي اللي عليكم ان انتوا كمان تفصلوا، وان انتوا دلوقتي كل اللي عليكم ان كنتوا تشجعوا الفريق، وان انتوا دلوقتي تساندوا فريقكم، وان انتوا تكونوا مع فريقكم فقط من اجل الدعم من اجل الفوز بالبطوله غدا. طيب دلوقتي حالا اهو قدام حضراتكم ده تدريب نادي الزمالك اللي هيبدا دلوقتي حالا تحت قياده مستر جوزي جوميز والجهاز المعاون من اجل الفوز بالبطوله غدا. ده التدريب الأخير أو التدريب النهائي خلاص قبل المباراة بكرة، زي ما انتم شايفين الفريق فاصل، الفريق مركز تماما في المباراة بكرة، ملوش دعوة بأي أحداث بتحصل بره، جمل فنية، حمل بدني، بصوا
احنا فاصلين تماما، لازم تكونوا مركزين بكره، لازم ما يبقاش عندنا اي حجه، لازم ما يبقاش عندنا اي حاجه بتقول انه الزمالك والله راح لسيناريوهات اخرى من اجل واحد او اثنين او ثلاثه، لا الزمالك بكره نازل من اجل اسعاد جماهير نادي الزمالك، الزمالك بيتمرن تمرينه الاخير زي ما حضراتكم شايفين عشان ان شاء الله بكره يتوج بهذه البطوله، لان جماهير نادي الزمالك ان شاء الله بتحلم ان هي جماهير الزمالك بتحلم ان هي يعني تجمع ما بين البطولتين في شهر واحد سواء السوبر الافريقي او كمان كاس السوبر المصري زي ما انتم شايفين صبحي بيتمرن مع اللعيبه الشباب، وعلى فكره يعني دي مش اول مره يعني اتكررت معانا قبل كده يعني كتير جدا. طيب زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتابع معاكم كل ما هو جديد بيحصل في معسكر نادي الزمالك من اجل ان احنا نطمن جماهير نادي الزمالك على الفريق. انا عارفه ان حضراتكم اكيد هتكونوا عايزين تعرفوا كل حاجه بتحصل داخل الفريق الاول وتطمنوا على استعدادات الفريق الاول داخل المعسكر والتدريبات، ده اللي بيحصل قدام حضراتكم تمرينات الفريق قبل البطولة أو قبل النهائي غدا، كل اللعيبة بتستعد تمرينات قبل ناصر ماهر عبد الله السعيد اللي اتمنى بكره ان شاء الله يكون ليه دور في المباراه، وناصر ماهر ايضا حالا اعتقد اي 11 لعيب بكره ان شاء الله هيكون موجود في التشكيله غدا هيكون مؤثر ان شاء الله بشكل كبير جدا، وناصر منسي اتمنى برضو ان هو يكون ليه دور في الشوط الثاني ويحسم البطوله ايضا زي ما قدر ان هو يحسمها لنا في بطوله السوبر الافريقي. ان شاء الله بكره لعيبه، انا بشوف ان العامل النفسي والتركيز زيزو برضو يعني اتمنى برضو يكون كل اللعيبه بصراحه اتمنى بكره اي لعيب بكره مستر جوزيه جوميز هيعتمد عليه في التشكيل اتمنى بكره طبعا ان هو يكون مؤثر بشكل كبير جدا لان هو ده الفيصل بقى ان انت تبقى مركز تسعد جماهيرك. البطوله دي انا بشوف ان هي انت تبقى باسم زملائك طبعا زي ما قلنا في البدايه النهارده بيمروا بظروف صعبه، هنتابع مع حضراتكم كل حاجه بتحصل داخل تمرين نادي الزمالك وداخل معسكر نادي الزمالك. التمرين هيبدا اهو دلوقتي مع مستر تحت قياده طبعا مستر جوزي جوميز من أجل طبعا طمأنة جماهير نادي الزمالك على الفريق الأول، وبقول لكم إن المعنويات يعني أنا يعني من نظرتي إن الفريق فاصل تماما عن أي أحداث، إن الفريق مركز بشكل كبير جدا 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 من أجل إسعاد الجماهير، وإن الفريق عندها إصرار. وعلى فكرة لعيبة نادي الزمالك ما تقلقش عليهم أبدا أبدا لو عندهم الإصرار وعندهم الدوافع، الأسباب دي أو الدوافع دي لو خلقت للاعبي نادي أو لعيبة نادي الزمالك خلاص أنت مطمن إن لعيبة نادي الزمالك هتقدر بكرة إن شاء الله إن هي تاخد الجيم ناحيتها، عارفين إن شاء الله أتمنى برضو إن الجيم يحصل زي جيم السوبر الإفريقي، أنا عجبني أنا مش عايزة بس الزمالك بكرة يلعب بشكل عادي، لا انا عايزه الزمالك يأدي يعني عرض كويس، عايزه الزمالك يلعب يفتتح مدرسه الفن والهندسه اللي احنا دايما متعودين عليها، انا ببص لما الزمالك بلاقيه بيلعب كره حلوه، كره ممتعه، ما بيلعبش من اجل بس ان هو عايز يكسب وخلاص، انا عايزه بكره مباراه استثنائيه. يا جماعه احنا عندنا دوافع بكره يعني تخلينا زي ما بنقول كده بلغه الكوره ناكل النجيل، عارفين انتوا اللفظ الكروي المعروف المشهور ده، بكره احنا محتاجينه، يعني احنا بكره لازم نستخدمه على ويعني احنا ده قدرنا، والزمالك متعود يلعب تحت ظروف صعبه، الزمالك متعود يلعب وياخد البطوله دايما والدنيا حواليه صعبه جدا والدنيا حواليه كلها غير مهيئه بالمره ان هو ياخد هذه البطولة وكل الدوافع المعنوية تحت الارض، ولكن مع ذلك تلاقي الزمالك الفارس العظيم اللي داخل واخد البطولة، وعلى فكرة بتبقى هي دي متعتها، على فكرة بتبقى هي دي متعتها، على فكرة بصوا لو بتبصوا على اللعيبة
اعتقد اكيد يا جماعه انا متاثره، هم دول صحابهم برضو يعني اكيد متاثرين. كابتن احمد سليمان اهو بيتكلم مع مستر جوزيه جوميز. لو تبصوا على اللعيبه اكيد انا متاكده ان هم اكيد طبعا زعلانين على زملائهم وصحابهم في النهايه، ولكن ضروري جدا ده اكبر دعم ليهم ان هم او اكبر دافع ليهم انه في عز الظروف اللي الزمالك بيمر بيها وزملائهم بيمروا بظروف صعبه، ده الوقت، هو ده الوقت اللي لازم نادي الزمالك بكره يكسب البطوله ويديلهم البطوله. زي ما قلت لكم على فكره انا الحاجات دي بحسها اللي هو الزمالك كل ما كانت الظروف صعبه حواليه كل ما الزمالك بيبقى اشرس كمان في ارض الملعب، وده اللي انا عايز اشوفه بكره، عايز اشوف الزمالك اشرس في ارض الملعب، والتتويج بالبطوله بيبقى ليه طعم تاني خالص غير ما بتيجي انه الزمالك دخل وشارك البطوله. لا يعني تخيلوا بكره كده الزمالك ان شاء الله خد البطوله، موضوع تاني خالص، يعني طعم تاني خالص انك انت واخد البطوله وانت اصلا يا جماعه بتمر، وانت اصلا بتمر بظروف صعبه، ظروف اعتقد لو انا بجد بقول ان لو اي نادي تاني بيمر بالظروف اللي نادي الزمالك بيمر بيها لا ما افتكرش ان هو كان قام ووقف على رجله، ما افتكرش ان هو كان ممكن اصلا يفكر يقف على رجله كده ويتمرن زي ما اللعيبه واقفه وبتتمرن واقفه على رجليها وبتحاول تنسى اللي زملائها فيه، وبيحاولوا ان هم لا في جماهير ورانا وفي مسؤوليه علينا واحنا لازم نلعب واحنا لازم نكون موجودين واحنا في ملايين من جماهير نادي الزمالك مستنيه البطوله دي واحنا لازم نسعدهم ومتحملين جميع المسؤوليات وفاصلين تماما. لو نادي تاني اعتقد لا ما كانش هيقدر يقف على رجله، بس انا ده يثبت لك ان احنا نادي قادر يقف على رجله، احنا مش اي نادي، نادي مؤسسات، نادي بيحترم كل الدول اللي بتستضيفه، نحترم على فكره كل القوانين بالمناسبه، ولا شك في ذلك على فكره، وكل الاحترام وكل التقدير طبعا لاخواتنا واشقائنا الاماراتيين، دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه يعني، وكلنا ثقه في القضاء الاماراتي ان الازمه دي او المشكله دي تعدي ان شاء الله على خير. وعايزه لعيبه نادي الزمالك ان شاء الله بكره يتوجوا بالبطوله. كونرد مشلاكا يا جماعه بيتمرن، اتمنى بكره يصنع الفارق لان هو مع زيزو مع سيف الدين الجزيري جبهه هجوميه ولا اروع الصراحه، يقدروا طبعا ان هم يعني شكلوا جبهه قويه جدا تصنع الفارق ان شاء الله في المباراه. زيزو هو اف مع تقريبا كابتن احمد مجدي، حمزه المسلوسي، زي ما انتم شايفين اللعيبه بتتمرن، ده لسه كمان يعني ده في بدايه التمرين. هنتابع مع حضراتكم طبعا كل شويه تمرين نادي الزمالك، انا بس ببقى عايزه اطمن حضراتكم ان الفريق على اتم الجاهزيه وعلى اتم الاستعداد الكامل لمواجهه النادي الاهلي غدا في كاس السوبر المصري ان شاء الله. وكل لاعبتنا او اي 11 لاعب هينزل بكره ارض الملعب كلنا واثقين فيه. كل اللي انا بتمناه بس بكره على فكره كل الحاجه الوحيده بس اللي انا بتمناها بكره ان شبح الاصابات يبتعد عن نادي الزمالك فقط لا غير. الكل اللي انا بتمناه انه يبقى كل لاعب موجود في مركزه وانه ما فيش اي لاعب من لعيبه نادي الزمالك بكره في المباراه يصاب، وغير كده انا قادره اواجه. وبالمناسبه كمان دي بطمنكم ان عمر جابر جاهز لمواجهه النادي الاهلي غدا في مركز الباك يمين، واحد طبعا من مراكز القوه بالنسبه لمصر جوميز على فكره افتقدناه جدا في المباراه الاخيره اللي كانت امام بيراميدز. طبعا شحاته كان قد المسؤوليه وكل حاجه، ولكن طبعا عمر جابر ده مركزه ويجيد فيه بكل براعه، ومفيش حد يقدر بصراحه يعوض غياب عمر جابر. احنا اصلا بنتكلم ان عمر جابر كان المفروض يكون موجود مع المنتخب الوطني، فما بالك يعني مع الزمالك، اكيد طبعا غيابه كان مؤثر. ده يعني احنا بنطالب ان هو يكون موجود مع المنتخب الوطني لانه غيابه مؤثر مع المنتخب الوطني، فما بالك كمان مع
الزمالك فاكيد طبعا غيابه كان مؤثر، لان كمان انت محتاج لشحاته في مباراه غدا في وسط الملعب من وجهه نظري. طبعا شيكا كمان هو يا جماعه واقف مع احمد مجدي وزيزو، الاثنين واقفين مع كابتن تقريبا احمد مجدي. شيكابالا برضه على فكره عليه دور، يعني شيكابالا واحد من اللعيبه، واحد كابتن الفريق عليه دور، هو برضه واحد من اللعيبه اللي اكيد هيسعى جاهدا ان هو يدخل اللعيبه في مود المباراه بكره. هو عليه عامل تحفيزي كبير جدا في المباراه، واقفين هما الاثنين هما الثلاثه بيتكلموا. اكيد انا يعني اكيد انا مش سامعاهم، بس اكيد طبعا بيتكلموا على اهميه المباراه بكره، وانه اهميه الفوز، وانه اكيد طبعا ازاي يدخلوا اللعيبه في مود التركيز للمباراه غدا ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده فريق السكاونتنج كمان وراهم. شيكابالا زي ما بقول لكم طبعا واحد من اللعيبه اللي عليه دور بكره عظيم جدا، وعليه دور كمان من النهارده، خاصه كمان اللعيبه اللي لسه داخله صفوف نادي الزمالك زي بنتايج وعمر فرج وكونراد مشلاك. اللعيبه دي برضو شيكابالا هو العنصر الاساسي والرئيسي في ان هو يدمجهم داخل الفريق سريعا، و يعني يحدث عملية الانسجام سريعا داخل الفريق. شيكابالا، عمر جابر، زيزو، كل كباتن الفريق على فكرة، كمان عبد الله السعيد. واضح كمان انه في كلام فني ما بين زيزو وما بين جوزيه جوميز، وكمان كابتن احمد مجدي اهو كمان تدخل في الموضوع. عبد الله هو بيحاول يسمع من بعيد لبعيد هم بيقولوا ايه. جنبه كمان ناصر ماهر. خلاص كده اللعيبه دخلت في مود التمرين، كده كل اللعيبه بتتمرن، كل اللعيبه بتستمع لكلام المساعدين مع مستر جوزيه جوميز وفريق السكاوتنج. خلاص كده التمرين نقدر نقول ان هو كله بدا خلاص يركز للمباراه غدا. ده التدريب الاخير او التدريب الختامي على ملعب محمد بن زايد بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. زي ما انتم شايفين طبعا قدام حضراتكم بنحاول نتابع معاكم كل ما هو جديد بيحدث في دوله الامارات العربيه، وداخل كمان معسكر نادي الزمالك لمباراه غدا او المباراه النهائيه لمواجهه النادي الاهلي. ومش صعبه على الزمالك تماما، انت لسه مواجه النادي الاهلي، انت لسه مواجه النادي الاهلي ولسه واخد منه السوبر الافريقي، وكان عندك افضليه نفسيه وفنيه، وتقدر يعني تاخد من النفس الافضليه النفسيه والفنيه. على فكره مستر جوميز اصلا ليه افضليه فنيه على مستر كولر امام النادي الاهلي، فانت تقدر تستحوذ بكره في المباراه، وتقدر يبقى ليك النفسيه، تقدر يبقى ليك الافضليه النفسيه والفنيه بكره، وتركز على نقاط القوه اللي عندك. نادي الزمالك لديه نقاط قوه في المباراه، يعني مثلا لو اتكلمنا على كل خط نادي الزمالك، يعني مثلا حراسه المرمى عواد، انا يعني كفايه ان انا اقول لك عواد، لان انا يعني الاسم لوحده يعني ما شاء الله يديك ثقه. خط الدفاع كله، خط الدفاع كله بكره الحمد لله متكامل، بدايه من عوده عمر جابر، بن تايج اللي اثبت نفسه من اول مباراه في السوبر الافريقي، بعد كده للثنائي حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي طبعا. وحسام عبد المجيد على فكره بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، واصبروا يا جماعه على حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن هو اصلا ماشي بشكل كويس كمان الفتره الاخيره، وبيتطور بشكل كبير جدا. فبلاش تقعدوا او الناس كل شويه تقعد تقارنه بمدافعين يعني عندهم خبرات اكتر منه، لانهم لعبوا عدد مباريات اكتر منه. ف يعني خلينا نصبر على لعيبتنا، وحسام ماشي بشكل كويس جدا، وان شاء الله اتمنى له طبعا تالق يعني، او يستمر على نفس نغمه التالق كمان في مباراه بكره ان شاء الله. فانت خط دفاعك كده الحمد لله متكامل، ما عندكش يعني يعتبر ولا مشكلة يعني الحمد لله.
لو رحنا لخط النص لا عبد الله طبعا، عبد الله اللي بيعيش واحد من احلى فترات حياته. يا جماعه كلمه ان عبد الله رجع 20 سنه لورا بجد هي مش كلمه استهلاكيه، احنا بنقولها كلمه استهلاكيه، احنا ممكن نقولها كده وخلاص. انا يعني لو جات لي فرصه اتكلم مع عبد الله هساله عن احتفالات عبد الله مع نادي الزمالك، وانه الروح اللي عند عبد الله مع نادي الزمالك، لعب عبد الله السعيد وفنيات عبد الله السعيد دي ما ينفعش نتناقش فيها، ما ينفعش تتناقش فيها. عبد الله السعيد هو اللي يعلم الناس كلها ازاي يلعبوا كوره، هو يعلم يعني لعيبه كتير طبعا ازاي يلعبوا كوره طبعا، ما فيش حد يقدر يناقش فنيات عبد الله السعيد. لا فرحه عبد الله السعيد مع الزمالك دي حاجه كده بقف عندها، حتى فرحته اخر مره مع بيراميدز لما الزمالك تغلب على عقبه بيراميدز بصراحه لا ولا اروع، يعني فرحة عظيمة جدا. أنا مش مصدقة إن ده عبد الله السعيد، لأن أنا كنت متابعة عبد الله السعيد، لا ما عمري ما شفت كده، عمري ما شفت عبد الله السعيد بصراحة بيحتفل أبدا الاحتفالات دي مع أي نادي في الدنيا دي كلها هو لعب فيه، ولا عمري شفت الروح دي اللي هو يعني بيقاتل بيها من أجل نادي الزمالك. ده حد فعلا رجع 20 سنة لورا وعنده استعداد يدي ال 20 سنة قدام بس لاجل جماهير نادي الزمالك ولاجل نادي الزمالك. والحقيقه الفضل في ده يرجع لجماهير نادي الزمالك، لانه انا دايما بقولها اللي جماهير نادي الزمالك بتديه للعيبه وكم الحب والعطاء اللي بتديه جماهير نادي الزمالك للعيبه صعب لاعب يلاقيه في اي نادي تاني. عشان كده اي لاعب لعب في الزمالك او اي مدير فني جه نادي الزمالك غصب عنه بيتعلق بالجماهير غصب عنه. طيب خلونا نروح للزميل خالد غانم من داخل أرض الملعب من الإمارات. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا مها، ومساء الخير على كل جمهور نادي الزمالك العظيم في كل مكان من داخل استاد محمد بن زايد والتمرين الختامي لنادي الزمالك النهارده، استعدادا ان شاء الله للقاء المرتقب بين نادي الزمالك والنادي الاهلي في قمه السوبر المصري. خليني شويه اقول لك على ساعة الاستاد. الاستاد بيسع لحد 36 ألف متفرج، ويمكن لو هنتكلم على التذاكر فالتذاكر بالنسبة لمدرجات نادي الزمالك ومدرجات النادي الأهلي شبه يعني اكتملت. عايز أقول لك بقى على كواليس بعثة نادي الزمالك وكواليس فرقة نادي الزمالك امبارح والنهاردة. لعيبة ما في حالة تركيز كبيرة جدا، كل الكلام اللي احنا سمعناه على مدار اليوم النهاردة وعلى مدار امبارح طبعا ملوش اي اساس من الصحه. لعيبه مركزه تركيز كبير جدا جدا، اللعيبه عندها حافز اكتر النهارده وامبارح بعد طبعا الظرف اللي حصل للاعبتنا في الفريق او حتى مدير الكوره كابتن عبد الواحد السيد، ويمكن ده اللي مدي اصرار للعيبه مدي حافز للعيبه. اللعيبه زعلانه لكن في نفس الوقت اللعيبه ما عندهاش هزار بكره في المباراه، اللعيبه واخده الامور بجديه تامه بتركيز كبير جدا جدا. النهارده كان في جلسه لمستر جوميز مع اللعيبه بعد الغداء، اتكلم معاهم كلام كان مهم جدا، وكلام كان فيه كمان يعني مش عنف في الكلام بس كان فيه اتنشن شويه من مستر جوميز ان هو بيشحن معنويات اللعيبه بيحفز اللعيبه بشكل كبير لمباراه بكره. احنا زعلانين بالنسبه لظرف معين لكن احنا مركزين بكره تركيز كبير جدا جدا، البطوله مهمه لنادي الزمالك، البطوله مهمه جدا لجمهور نادي الزمالك، وده اللي في دماغ كل لعيب وفي دماغ المدير الفني وكل الجهاز الفني واي حد بيحب الزمالك هو ده اللي في دماغه وهو ده هدفه بالنسبه لمباراه بكره. بعديها بساعتين كان في جلسه بقى لشيكابالا مع كل الفرقه، لم اللعيبه كلها واتكلم معاهم برضو بنفس الكلام وبنفس حده الكلام على اهميه المباراه وعلى اهداء الفوز للعيبه، للكابتن عبد الواحد، للكابتن مصطفى شلبي، للكابتن دونجا. عايزين نقول ان احنا العلاقات دايما هتفضل وطيده والعلاقات دايما هتفضل محترمه جدا جدا ما بين مصر وما بين الامارات. احنا كزملكاويه او اي مصري بيحترم اي شخص في دوله الامارات بنكن ليها كل الاحترام وكل التقدير. ممكن ناخد الموضوع كنرفزه ملعب لكن نادي الزمالك في نفس الوقت ضد اي تجاوز، لكن في نفس الوقت نادي الزمالك بيحترم كل الناس وبيقدر كل الناس وبيحترم القضاء الاماراتي مهما كان قراره، واحنا كلنا ثقه في هذا الكلام.
خليني برضو اقول لك على مجلس اداره نادي الزمالك. بصراحه اللي بقاله يومين يعني الناس مش هبالغ لو قلت ان هم ما بيناموش بسبب طبعا الظرف اللي في نادي الزمالك في الوقت الحالي. كلهم واقفين جنب كابتن عبد الواحد، جنب كابتن مصطفى شلبي، جنب دونجا، كلهم دايما موجودين معاهم، دايما بيساندوهم، ويمكن ده الطبيعي من مجلس اداره نادي الزمالك، واللي في نفس الوقت بياكد على احترامه وتقديره لدوله الامارات ولكل الشخصيات داخل دوله الامارات والقضاء الاماراتي. ده شيء مفروغ اساسا اللي احنا نتكلم فيه. ف يعني عايز اقول لك ان التركيز هنا هي او هو يعني عند لعيبه نادي الزمالك، الحافز موجود عند لعيبه نادي الزمالك زي ما انت شايفه ورايا التدريب، اللعيبه كلها مركزه. ممكن تشوف ان هم متنشنين شويه، لكن ده تركيز، وممكن حزن شويه. عارفه المشاعر يعني مختلفه عند جماهير، عند لعيبه نادي الزمالك، ان هم عايزين بكره يعملوا مباراه كبيره، عايزين بكره يردوا على كل الناس اللي اتكلمت على ماتش السوبر الافريقي ان نادي الزمالك كسب بضربات الجزاء، او نادي الزمالك كسب باي نوع من الانواع. نادي الزمالك بكره ولعيبه نادي الزمالك عندها حافز اضافي غير الحافز اللي تسبب الموقف اللي احنا نبقى موجودين فيه. فان شاء الله باذن الله بكره لعيبه نادي الزمالك تبقى على قدر المسؤوليه بوجود الجمهور واللاعب رقم واحد دايما جمهور نادي الزمالك اللي يعني خلص كل التذاكر الخاصه بالمباراه. ان شاء الله باذن الله بكره يا مها نادي الزمالك يرجع الى القاهره بكاس السوبر المصري ويحقق اللقب للمره الخامسه في تاريخه. يا مها ان شاء الله باذن الله هيبقى معاكي بكره على مدار اليوم كل الكواليس وكل التفاصيل الخاصه ببعثه الفريق الاول لنادي الزمالك هنقولها فقط على شاشه قناه نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله كلنا نبارك لبعض بكره بعد المباراه. بشكرك جدا طبعا الزميل خالد غانم مع بعثة الفريق الأول من الإمارات. عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة كان في مؤتمر صحفي لمستر جوزي جوميز المدير الفني وعمر جابر ظهير أيمن. طيب تعالوا مع بعض نطلع نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. So it's a honor to represent Zamalek and play this so special competition in Emirates. هو فخور بتمثيل نادي الزمالك وان هو هنلعب ان شاء الله مباراه نهائي السوبر المصري في الامارات. We came here to play football, to show to everybody that we can play good football and the Egyptian football can be very good football show. وهو جاي هنا عشان يلعب كرة قدم ويوري الناس ان مباراة كرة القدم النهائية بين الاهلي والزمالك ان مصر تقدر تقدم كرة قدم جميلة. So the organization gave us all the conditions to prepare ourselves to train in a good pitch. So we are ready to play the final, but we don't have all the players to do it. يعني المنظمين ودونا كل حاجة وكل التحضيرات ودونا ملعب كويس جدا للتدريب ولكن مش معانا كل اللعيبة بتاعتنا في المباراة بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا طبعا بصدر الدور الأول. جزاك كتير على كلام مستر جوميز. طبعا ماتش مهم، مسؤول عن المباراة. اتكلمنا قبل كده طبعا ماتش زي مسلم، هيبقى ان شاء الله يعني هيسند لنا المصري هيبقى ماشي ازاي. No, about the pressure is a normal pressure of football. We represent a big club. And it means if we represent a big club, it means that we have the pressure to win. It's normal. ومعنى ان احنا بنمثل نادي كبير معنى كده ان يعني ضغط ان احنا هنكسب. This one thing. The other thing is be happy. حاجة يعني. One thing is the pressure. The other thing is some days you are not happy. يعني حاجة الضغط ده حاجة وفي وقت بعض الأوقات في أيام معينة ما بقاش مبسوط. We will face the champion of the Egyptian League. احنا هنقابل يعني بطل الدوري المصري. A team usual with the 8 9 10 players in the national team. دايما فريق sometimes يعني more. عنده 8 9 لعيبه في او 10 لعيبه في المنتخب ودايما ممكن ساعات باكتر. The African champions. وبطل دوري الابطال. And with a very good coach that helped
the team to bring to the, their club a lot of trophies. ومع مدرب كبير وبرضه ساعد النادي ان هو يجيب لهم بطولات كتيره. So it will be a very difficult moment. They are very strong. They are very strong. وهيبقى ماتش صعب جدا. This idea, you know, that they like somehow from one day to another day the Ahly is not strong anymore. يعني فكرة ان انت النهارده من يوم ليوم الاهلي ما بقاش قوي زي الاول. Here, this music is like to make me sleep. الموسيقى دي بتخليني عشان انام. So we must be extremely awake and focused. لازم نكون مركزين كويس جدا وصحيين. Because the strongest points that make Ahly champion and African champion النقطة الأقوى are the same, exactly the same. النقطة الأقوى عند النادي الأهلي they are very strong playing in the corridors. They are very strong asking the ball in behind. هي موجودة دايما بيطلبوا الكرة في ظهر المدافعين وفي نفس الوقت بتطلع على الأطراف كتير. Each two, three chances and sometimes one that the opponent gives, they score. وممكن من فرصة واحدة they are very good players. الفرقة اللي قدامهم بتديهم فرصة بيقدروا يجيبوا أهداف منها. They are the champions. هم الأبطال. So they have strong points. هم عندهم نقطة قوة. يعني اكيد طبعا يعني مش هزود طبعا كلام كتير عن كلام مستر جوميز برضه بس السؤال ده اكيد طبعا هتلاقي كبيره في رمضان وفي رمضان عندها لعيبه كبيره جدا احتمال بشكل كبير طبعا جدا المنافس التقليدي بتاع نادي الزمالك في ماتش رمضان بيبقى ليه طعم مختلف عن الناس كلها زي ما قلت ماتش الناس كلها بتتفرج عليه ماتش الناس كلها مستنياه You have one colleague that said the players play against me, you know. They. and he's in this room. No, say. But what the players were brave. The spirit of my players was fantastic. And that was really the reason that make the team change the result. We have our plan. We, during the week, we try to help them to be better in the games. But sometimes in the football, when you have a strong spirit, we can turn the things in advantage way. And they have been showing this spirit. They work with a lot of energy. With a very strong mentality and win spirit. And sometimes this makes a difference. That's what happened before. زي ما قلت اكيد طبعا يعني يمكن اللعيبه كلها بتحب تقعد تتكلم مع بعض عن المباراه بنفس نصنا يعني عن اي حاجه بتحصل بره عايزين نتكلم بس في الماتش عن اهميه البطوله وكده الماتش ده اللي احنا شغالين عليه يعني ان شاء الله زي ما قلت يعني ان شاء الله التوفيق يبقى معانا لعبه كبيره ان شاء الله نقدر نفرح جمهورنا الزمالك وجمهور الزمالك جمهور عظيم يبقى موجود متواجد ورا الفرقه في اي مكان وفي اي ظرف يستحق مننا ان احنا يعني نضحي عشان نفرحه ان شاء الله باذن الله نفرحهم ان شاء الله. We have a lot of options even if I ask to you, maybe you, all of you say different opinions, different lineups. But I trust in my players, and even if I use different players, they are ready to make in the right way the tasks that I will give them. يعني هو بيقول يعني ان هو بيصف كل لعيبته وحتى لو حط لعيبه ما بتلعبش هيقدروا يعملوا المطلوب منهم في المباريات وهو بيصف فيهم كلهم. Oh, each game has a different story and it's a final. So in the final with two big clubs everything can happen. يعني بيقول لك كل مباراه ليها القصه بتاعتها وان هو بيقول ان دي مباراه نهائيه وان اي مباراه نهائيه ممكن يحصل فيها اي حاجه. Sometimes you change the system, you change one or two players, but
We cannot say about the surprise because we know everything about Ahly. Ahly knows everything about Zamalek. ممكن تغير في السيستم وممكن تغير لعيب او اثنين لكن في تقدر مش هتقدر تقول في الاخر دي مفاجاه لان احنا عارفين كويس قوي كل حاجه عن الاهلي والاهلي عارف عننا كل حاجه. And in the end it's a game between Ahly and Zamalek not between كولر and Gomez. So في النهايه يعني دي مباراه بين الاهلي والزمالك مش مباراه بين كولر ومستر جوميز او مستر كولر ومستر جوميز. I want to see tomorrow in the tomorrow game the happiness, the energy, the positive way to play football from my players. And عاوز اشوف بكره يعني السعاده والطاقه الكبيره وان اللعيبه مبسوطه تلعب الجيم بتاعها او تشوف لعيبته بتلعب الجيم ده. And in the end they can dedicate the positive result to our fans that they deserve it a lot. إن شاء الله بعد نقدر نهدي الجمهور بتاعنا يعني النتيجة اللي هم يستحقوها. دايما بنحاول نتابع مع حضراتكم كل ما يحدث في معسكر نادي الزمالك في الامارات. شفنا مع حضراتكم التدريب الختامي وشفنا كمان مع حضراتكم المؤتمر الصحفي الخاص بمستر جوزي جوميز. طيب خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا الكابتن ايهاب عبد الرحيم نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. رجعنا لكم مرة ثانية بنستقبل ضيفنا كابتن ايهاب عبد الرحيم لاعب نادي الزمالك السابق. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يحفظك. منور بيتك قناة نادي الزمالك. الله يكرمك. انت عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. في البداية طبعا هنتكلم عن مباراة غدا ولو عايز يعني نحط عنوان للمباراة بكرة تحب نحط لها عنوان ايه او من وجهة نظر حضرتك نحط عنوان ايه لمباراة غدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لقاء بكره لقاء ان شاء الله يبقى قوي. نتفرج على اداء كويس من فرقتين، اداء ان شاء الله وفنيات جوه الملعب بشكل كويس من خلال المديرين الفنيين واللعيبه طبعا جوه الملعب. لقاء مهم على المستوى العربي الحقيقه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون المكسب لنادي الزمالك ان شاء الله. عنوان البقاء للافضل. البقاء للافضل. صحيح. طبعا انا دايما في تصريحاتي بحب اكون منصف الحقيقه. يعني منصف بمعنى ايه؟ منصف بمعنى ان اللي يأدي كويس رغم اننا في قناه نادي الزمالك، اللي يأدي كويس واللي يتعب جوه المباراه ربنا ان شاء الله يوفقه. طبعا انا على المستوى الشخصي اتمنى طبعا نادي الزمالك يفوز، لكن في حاجات كده برضو عشان الواحد يبقى منصف فيها الحقيقه. ان شاء الله اللي يأدي بشكل كويس واللي يتعب جوه المباراه واللي يجهز نفسه ما قبل المباراه بشكل كويس ربنا يكرمه بالمباراه ان شاء الله، وعلى المستوى الشخصي ان شاء الله الزمالك يفوز بامر الله يا رب. طبعا انا بشوف ان الفوز بكره ما بقاش رفاهيه، يعني ما بقاش اللي هو ايه. انا بقيت احس ان الفوز بكره ما بقاش اللي هو ايه مباراه اكسبها او ما اكسبهاش خلاص. يعني صحيح مباراه بكره او بالنسبه كجماهير خلاص نادي الزمالك مباراه بكره ما بقتش كده، بتحس ان مباراه بكره لازم تكسب ان شاء الله بامر الله. وانا مع حضرتك في هذا الكلام، خاصه بقالنا فترات كبيره للاسف في نادي الزمالك ما عندناش الاستمراريه في المكسب. يعني يمكن نادي الزمالك في اوقات كتير كان بيفتقد الجزئيه دي، ودي الحقيقه نفسي يمكن كانت فترات متباعده، يمكن 91 92 خدنا 2 دوري ورا بعض، وبعد كده السوبر 94 2003 نفس الكلام برضو 2014، ففي فترات متباعده الزمالك بيبقى في استمراريه في المكسب. ان شاء الله بامر الله بكره ان شاء الله يبقى مؤشر كويس بامر الله ان نادي الزمالك عنده استمراريه في المكسب، خاصه لما يكون بطولتين ورا بعض مع نادي كبير زي نادي الاهلي بتدي دعم للنادي وللاداره اللي موجوده، وطبعا بنسعد جماهيرنا. فبكره مكسب بكره هيبقى مؤشر قوي جدا
وهيسعد ناس كتير قوي بامر الله، وان شاء الله الناس كلها تبقى قد المسؤوليه يا رب. بغض النظر المواقف اللي حاصله في الكواليس دي، في اولويات وفي في حاجه، في افضليه وفي توقيت لازم احطه في حساباتي. في توقيت دلوقتي ان انا عندي بطوله مهمه، كده كده الموضوع ده هيخلص عاجلا ولا اجلا، هيخلص بامر الله، وبامر الله يخلص على خير ان شاء الله. ده جانب مفروغ منه، لكن احنا عندنا بطوله بكره، لازم يبقى فيه تركيز بشكل كويس، لازم جوه اوضه اللبس او غرفه الملابس يبقى فيه هدوء وفي استقرار وفي طمانينه ان احنا بامر الله عندنا ثقه في لعيبتنا، وهم عندهم القدرات ان هم تخليهم يقدروا يظهروا بشكل كويس داخل المباراه من خلال السمات الارضيه لكل لعيب. لو كل لعيب على السمات الارضيه، خاصه في مباراه اللي ما تقبلش الاسم على اتنين دي، لو كل واحد على عنده السلمات الارضيه ونقلها بشكل جماعي للتيم وورك اللي موجود كله، من اول عامل المهمات لغايه اكبر حد موجود في الجهاز، الشغل الجماعي ده والجانب الجماعي ده لما يبقى فيه روح وفيه باور جوه غرفه الملابس، مع طبعا كل ده بيظهر في الملعب بشكل ايجابي. ان شاء الله الناس كلها تكون قد المسؤوليه بكره، وان شاء الله يسعدوا جمهورهم بامر الله. ده يخلينا نروح لسؤال، ايه اللي مطلوب من اللعيبه الكبار داخل نادي الزمالك؟ يعني شيكابالا، عمر جابر، زيزو، يعني يبقى اللعيبه الكبار كمان عليهم دور. وكان زميلنا خالد غنم كان اتكلم ان شيكابالا بالفعل اجتمع مع اللعيبه. صحيح، طبعا ما فيش شك ان في لعيبه خبراتها قليله بالنسبه لبطوله كبيره زي دي، فطبعا خبرات اللعيبه اللي موجوده زي ما حضرتك تتمثل في شيكابالا وعمر جابر وزيزو طبعا وعواد، لازم اللعيبه الكبيره دي مهم جدا 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 ان يعملوا اعداد مع بعض بشكل كويس، اعداد منفرده مع لعيبه صغيره، واعداد جماعيه، واعداد يبقى فيها جانب ايجابي وفيها جانب تحفيزي بشكل كويس لمصلحه نادي الزمالك. ودايما حاطط قدامي جمهور نادي الزمالك، خدي بال حضرتك، دايما ما بقى عندي هدف سامي وبسعى ليه بشكل كويس، اعتقد ده بيبقى بيحط بيزرع جوايا حته في السمات الارضيه عندي ان انا افرح جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله الناس كلها تبقى قد المسؤوليه ويفرحوا نادي الزمالك بامر الله وجمهور نادي الزمالك يا رب ان شاء الله. زي ما احنا شايفين وهو خدي بال حضرتك ده التمرين النهائي الختامي للفريق، يعني طبعا بيوصلوا لاعلى فورمه طبعا، يعني حاجات كلها جلسات اهو زي ما حضرتك شايفه كده بشكل ايجابي، كلام مع لعيبه على اساس برضه ينقلوا الصوره الجهاز عاوز ايه بالنسبه للعيبه طبعا من خلال اللعيبه الكبيره، وحاجات كلها استشفائيه كده على اساس برضه فاضل يعني 24 ساعه او اكتر على المباراه، فطبعا فلازم حاجات كلها تمرين خفيف، مربعات بتاع اطالات بشكل كويس، شغل الاساتيك طبعا، الحاجات دي كلها زي حاجات استشفائيه كده ما قبل المباراه عشان اللعيب ان شاء الله يخش على المباراه في اعلى فورم ليه بامر الله. اللي بيميز جوميز في المباريات الكبيره او في رايك في ماتشات القمه؟ بيتعامل مع برات دي من خلال خبراته الحقيقه، يعني هو عنده خبرات الراجل الحقيقه، ظهرت في اكتر من موقف واكتر من مباراه، عنده هدوء الى حد ما في بعض الاحيان على مدار المباراه، وربنا يوفقه ان شاء الله بكره ويقدر يعمل تغييرات بشكل كويس ان شاء الله جوه المباراه، سواء تغييرات جوه الملعب او تغييرات من خارج الملعب، ان شاء الله ربنا يجعلها سبب تصنع الفارق لصالح نادي الزمالك ان شاء الله. لو نتكلم عن بدايه الماتش، يبدا الماتش بتحفظ ولا يبقى من دفاع ولا يكون متوازن؟ يعني انا دايما ما بحبش الريسك في خاصه في المباريات الكبيره، يعني دايما حته التوازن وان انا عندي تقل كده في الملعب بشكل كويس وان انا ما بستعجلش الامور جوه المباراه، دي برضو دي جزئيه مهمه انا على المستوى الشخصي الحقيقه. لكن برضو في سيناريو ببقى جوه المباراه وفي احداث بتمر جوه المباراه بتخلي ممكن المدرب من خلال الفريق المنافس او في نقط ضعف في نقط قوه، من خلال رؤيتي بالنسبه للمباراه وهي شغاله، ممكن انا ابتدي اعدل من ادائي جوه الملعب او اعدل من السيناريو بتاعي جوه المباراه من خلال الوضع اللي انا شايفه جوه المباراه. لكن طبعا في بدايه المباراه لازم يبقى في توازن، لازم اللعيبه كلها تحت الكوره بشكل كويس، لازم يبقى خدي بال حضرتك في اوقات كتير خاصه المباريات الكبيره دي بلعب على خطا المنافس، لو انا اخطائي قلت جوه المباراه وفي اداء وفي اهتمام وفي شغل جماعي سواء في الناحيه الدفاعيه، وفي نفس الكلام بقدر انقل كورتي في نص الملعب للفريق المنافس بشكل جماعي، اعتقد دي هتدي اسبقيه للفريق مع كمان السمات الاراديه والالتحامات القويه طبعا من غير ما اذي المنافس. الحاجات دي مهمه جدا ان هي بتخليني ربنا بيجعلها سبب بتركبني الجيم من اول المباراه، فوزع مجهودي كمان على مدار المباراه
والتوازن جوه الملعب اعتقد الكام نقطه دول ان شاء الله يبقى ليهم دور فعال ان شاء الله لصالح نادي الزمالك. مين اللعيبه اللي قادره ان هي تركبك الجيم؟ انا دايما اللي بيفرق مع اي فريق نص الملعب. بيبقى عصب الفريق دايما نص الملعب، لو قدر يستحوذ بشكل كويس وعمل ضغط جماعي مع الاطراف مع الراجل الفيرود بشكل كويس، اعتقد الحته دي ممكن ربنا يجعلها سبب تخلي فيه اسبقيه لنادي الزمالك. والجرأه في الاداء، تسمحي لي بس اذا كنت جاز التعبير، حته الجرأه في الاداء دي مع النادي الاهلي دي جزئيه مهمه جدا، واعتقد شفناها في مباراه سيراميكا ان هم عندهم جرأه في الاداء وهددوا نادي الاهلي وعملوا لهم عدم توازن في اوقات كتير. فحته ان انا في وقت كده ممكن لما ما احس مجريات الامور متوعاني في الملعب واعمل ضغط عالي في توقيتات معينه، اعتقد دي ان شاء الله ربنا. الفريقين نص ملعبهم قوي، الزمالك والاهلي. صحيح. الفاصل في القصه الالتحامات بشكل كويس، السمات الارضيه العاليه، الضغط الجماعي بشكل كويس، ده جزئيه مهمه جدا ان انا ما بروحش ابيع نفسي في اوقات كتير، دي برضو جزئيه لازم اللعيبه تاخد بالها منها. لذلك بقول لحضرتك حته الضغط الجماعي دي وانا مش معايا الكوره وفي اقل تايم بستخلص كورتي وبقل كورتي في نص الملعب الفريق المنافس مع الاطراف عندي، ما عندي فيرود بيقدر يشتغل بشكل كويس ويبقى محطه كويسه، اعتقد هنبقى في نص ملعب نادي الاهلي فترات كتير وان شاء الله يبقى احنا اقرب للمكسب بامر الله. وهو ده طبعا المطلوب منك في المباراه غدا، لو حصل بعد شهر يعني والنادي الاهلي قدر ان هو يتقدم عليك زي ما حصل في مباراه السوبر الافريقي. وارد جدا. بص حضرتك المباراه ما بتخلصش الا مع صفاره الحكم. طول ما انا عندي اصرار وعزيمه وما بيأس، وطول ما انا الكوره داخل الملعب لا تامن الكوره، الكوره ملهاش كبير. اتفرج امبارح على ريال مدريد. صحيح. بس انا وانا بتفرج على الماتش انا قلت لهم يا جماعه انا ريال مدريد بحس هو يعني بيبقى قاصد، انا ببقى عارفه ان في كومباك وفي رومونتادا للريال. لا طبعا هو بيلعب فريق كبير طبعا، لكن في لعيبه عندها امكانيات وفي اصرار. خدي بال حضرتك اللي فرق مع ريال مدريد امكانيات اللعيبه طبعا والشغل الجماعي اللي جوه الملعب، السمات الاراديه. خدي بال حضرتك اللي بيميز اي فريق غير الجانب غير ان هو طبعا الجانب المهاري والجانب الخططي والتعاملات جوه الملعب وطريقه اللعب مع اللعيبه والانسجام جوه اللعيبه جوه الملعب، القلب والروح جوه الملعب. يعني فكرة بشجع ريال مدريد جدا. يعني انا مبسوطه ان هم كسبوا. لا واضح معاهم طبعا جدا، بس كنت عارفه ان هم هيرجعوا زي ما حضرتك قلت. هي الفكره واللي خلى الزمالك يكسب في السوبر الافريقي الروح والعزيمه اللي كانت عندهم. بصي المباراه اللي فاتت اذا جاز التعبير تصوري الشخصي، نادي الزمالك كان بيتمرن عشان يكسب، نادي الاهلي كان بيتمرن عشان يحتفل بالمباراه. ده الفرق بين نادي الزمالك ونادي الاهلي في المباراه. طب ودلوقتي لو انا خدت الجانب الايجابي اللي هو حصل مع لاعبتنا واولادنا اللي موجودين او اخواتنا اللي موجودين اللي عندهم مشكله في القصه اللي حصلت دي، مش عاوز اذكرها يعني، لو الحته دي الجانب السلبي ده حولناه لجانب ايجابي ويدي اللعيبه باور ويدي روح ان انا لازم اللعيبه دي شايل مسؤوليتهم وشايل مسؤوليه جمهور ورايا وعاوز يفرح، اعتقد الجزئيتين دول لو دخلتهم جوه المسارات العصبيه عندي كلاعب كوره هتفرق معاه جامد جدا جوه الملعب، وهتدي له باور وهتدي له روح مع الخبرات اللي موجوده، مع امتى بقى على بريتم المباراه وامتى بنزل بريتم المباراه حسب مجريات اللعب. وجزئيه مهمه جدا، لازم استفاد بالكور الثابته بشكل كويس في اقل وقت وباقل مجهود بجيب جول وبتخلص مباريات. فلازم استثمر الحاجات دي بشكل كويس في كور ثابته، في اوتات، في كرانم، في كور من بره ال 18 بشكل كويس. لازم ابقى انا ربنا يجعلني سبب اتحكم في رتم المباراه، انا اللي افرض اسلوب لعبي على الفريق المنافس. كام جزئيه دول لو قدرنا نشتغل فيهم بشكل كويس وفي باور وفي روح وفي اداء بشكل كويس وفي اداء جماعي جوه الملعب، اداء ان شاء الله يجيب نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله بالكاس بامر الله. لما حصلت الازمه حسيت ان الاصرار، يعني لو كان عند لعيبه الزمالك مثلا 80% انا دلوقتي واثقه ان هو 1000000%، لان خاصه ان الزمالك مع الازمات الازمه دي اعتقد خلقت دافع اكتر وتحدي اكبر كمان ان هم لازم يكسبوا المباراه دي. وده اللي قاله برضو زميل خالد غانم من مفيد قناه الزمالك مع البعثه، ان هم اللعيبه بقى عندها اصرار اكبر،
عشان يكسبوا المباراه بكره ان شاء الله من اجل طبعا زملائهم. بصي حضرتك انا اتمنى هذا الكلام، يعني انا على المستوى الشخصي بحب الفعل اكتر من الكلام، يعني الكلام اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي ده اتمنى اشوفه على ارض الواقع في مباراه بكره، يعني زي ما ذكرت لحضرتك الجانب السلبي اللي حصل في الموضوع الازمه اللي حضرتك ذكرتيها، لازم استغل الحته دي ان تعلي السمات الارضيه عند اللعيبه، يمكن ذكرتها اكتر من مره حته السمات الارضيه دي في المباريات الكبيره، اخطاء قليله، سمات ارضيه عاليه، هذا الكلام يتحول يترجم لاداء جوه الملعب، لو شفنا هذه النقاط جوه المباراه وكل لعيب ليه بصمته جوه المباراه بشكل ايجابي، اخطاء قليله، اعتقد الكلام ده هيترجم لاداء ونتيجة، وإن شاء الله نفرح جمهور نادي الزمالك ونفرح الناس اللي نفسها تفرح، يمكن عندنا لعيبتنا قد المسؤولية إن شاء الله يفرحوا جمهورهم بأمر الله. دي حقيقة، إحنا ما عندناش الحمد لله لعيب مثلا متخاذل أو لعيب لا لا خالص خالص، لا الحمد لله كل لعيبتنا رجالة وزي ما قدروا يحققوا السوبر الأفريقي. أنا بس اللي عاوز أوضحه لحضرتك إن أتمنى الكلام اللي حضرتك ذكرتيه ده أشوفه على أرض الواقع بكرة اثناء المباراه ان شاء الله. يا رب، يعني المفروض في دوافع، صحيح في روح ان احنا بكره هنكسب المباراه. هل تتوقع ان مستر جوميز يخوض المباراه بكره بنفس تشكيل او بنفس طريقه لعب السوبر الافريقي؟ خاصه يعني ان هو كان لسه ذكر في المؤتمر الصحفي وقال لك الاهلي عارف عننا كل حاجه واحنا عارفين عن الاهلي كل حاجه. صحيح، هو طبعا التشكيل مش هيخرج بره، ممكن تغيير حاجه بسيطه، ممكن مثلا كونراد مثلا يلعب ناحيه الشمال، ممكن عمر جابر يلعب ناحيه الباك رايت، ممكن عمر، ممكن شحاته يخش ديفندر مكان زياد كمان، هتبقى حاجات تغييرات طفيفه جدا. حتى دي قال عليها ان حتى لو الناس بتبقى شايفه ان في لعيب هم معترضين عليه، انا ببقى شايف ان اللعيب ده انا ببقى مقتنع بيه او بيأدي المهام اللي انا طلبتها منه. طبعا في حاجات طبعا جوه المباراه، طبعا هو المدير الفني بيبقى ادرى واحد بالكواليس اللي جوه اللعيبه وحاسس كل لعيب وعارف مين لعيب بيركب على لعبه، يركب على لعيب زميله، عارف مين اللي يقدر يأدي، ممكن اقفل مفاتيح لعب بشكل كويس، ممكن اللعيب اللي ممكن يقدر يأدي لي المهمه دي في بدايه المباراه، ممكن اللعيب اللي معايا بره يقدر يعمل لي مفتاح لعب لما انزله سواء في الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه. هو طبعا اضرب، هو بيحط اكتر، بص حضرتك المدير الفني بيحط اكتر من سيناريو للمباراه وفقا للفريق المنافس، ودايما دايما انا بحط السيناريو بتاعي، خاصه لما يكون لعيبه عندي عندها قدرات، ولا اللي بفرض اسلوب لعب على الفريق المنافس. ان شاء الله جوميز عنده خبرات بشكل ايجابي، وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى قد المسؤوليه ويفرحوا جمهورهم، وان شاء الله نرجع مبسوطين سالمين غانمين ان شاء الله. جوميز كان في كذا تصريح ليه كان بيقول ان هو بيحب يلعب الماتشات الكبيره، يعني هو بيحب المباريات قدام الاهلي مثلا، ويقول لك ان هو بينتظرها كمان. دي سمات المدرب الكبير. يمكن المباريات الصغيره ساعات يعني بتبقى مش ممتعه لناس كتير، لكن سمات المدرب، وتلاقي فعلا الزمالك ما بيقديش افضل حاجه. صحيح، لان طبعا ان دايما لما يكون في فريق منافس وفريق صغير بيلعب فريق كبير طبعا بيطلع افضل طاقه عنده وعاوز يظهر بشكل كويس، خاصه لما بيلعب فريق كبير، لكن فرقتين كبار بيلعبوا بعض في اداء مناسب لاداء لعيبه في الفريق المنافس، الادائين لما بيركبوا على بعض وبيظهروا بشكل كويس وبيلعبوا جيم مفتوح، اعتقد دي سمات المدرب الكبير اللي بيقدر يتحكم في ريتم المباراه مع الفرق الكبيره، وبيقدر يتحكم في اداء اللعيبه وسمعان الكلام بالنسبه للعيبه جوه المباراه، مع طبعا امكانياتهم الفرديه وابتكارهم جوه الملعب. عده العوامل دي لو قدر جوميز يعمل كنترول على الحته دي بشكل كويس ويقدر يقدر يحط سيناريو وتغييرات تصنع الفارق، ان شاء الله تبقى الغالبه نادي الزمالك ان شاء الله. لو انا كان على الثلاث خطوط دفاع وخط النص والهجوم، ايه ابرز خط يعني شايف ان هو تطور جدا مع مستر جوميز؟ نص الملعب، يعني نص الملعب اعتقد بسبب التدعيمات. تدعيمات، يعني التدعيمات خدمته في ده. صحيح، وخدي بال حضرتك لما اللعيبه بتلعب مع بعض كتير بيحصل انسجام، اللعيبه بتفهم بعض جوه الملعب، ممكن بنظره اللعيب بيفهم زميله هو عاوز ايه، حته الانسجام، وان انا في وقت كتير بثبت التشكيل، الجزئيه دي مهمه قوي، حته ثبات التشكيل في اوقات كتير وبعمل روتيشن او تغييرات طفيفه كده حسب عدد المباريات او تقارب المباريات، اعتقد ثبات التشكيل بيفرق جامد جدا مع اي فريق، خاصه مع الفرق الكبيره اللي بتنافس على البطوله. فحته ثبات التشكيل دي جزئيه مهمه جدا، ولما مباراه متقاربه بعمل روتيشن وبغير في حاجات بسيطه ما ياثرش على الاداء العام بالنسبه للفريق.
عايز اسالك على الهدف اللي احنا احرزناه في مرمى بيراميدز من ناصر ماهر، اللي هو ناصر ماهر انا بشوفه بيلعب كره اللي هي السهل الممتنع، ما شفتش ومش هشوف بصراحه. انا بالنسبه لي ناصر ماهر يعني لعيب كره صعب جدا تلاقي الكواليتي ده في الكره المصريه الصراحه. وسيف الدين الجزيري، وحاسه ان احنا قدام ثنائيه جديده ما بين ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، وشايف ان هم يقدروا ان شاء الله يكرروها بكره تاني. بصي خدي بال حضرتك، لو حضرتك رجعت كده بالذاكره بالنسبه للهدف هتلاقي فيه اصرار وعزيمه من رميه التماس لغايه لما ناصر ماهر عدى بشكل ايجابي في مساحه ضيقه وقدر يستخلص الكره بشكل كويس وعدى بشكل كويس، والربط بين الجزيري وعمل عليها التاكلينج. لو لعيب تاني ممكن ما عملش تاكلينج، ده الكره كانت عدت بالعرض وما كانش حد قابلها بالشكل اللي قابل بيه سيف الجزيري. لكن الربط وان هم عندهم اصرار ان هم عاوزين يعملوا حاجه كويسه، اعتقد هي دي السبب الرئيسي في الهدف ده اللي حاطه بين ناصر ماهر وبين سيف الجزيري. بالنسبه لناصر ماهر حضرتك ذكرتي امكانيات، هو لعيب مميز الحقيقه في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، هو بيلعب 8 بشكل كويس قوي. يمكن ده برضو فارق مع اداء نادي الزمالك، ان هو عامل ربط بين الحته الدفاعيه وبين الحته الهجوميه بالنسبه لعيبه نادي الزمالك، وده من لعيبه برضو بيبقى عمله نادره في الملعب، ان انا بقدر اعمل ربط بين خطين، خاصه ان انا لعيب نص ملعب. ده لعيب بيفرق جامد جدا مع فرق كبيره بتنافس على بطولات، بيبقى لعيب مهم جدا جوه الملعب. نفس الكلام على نفس النهج برضو عبدالله سعيد، يمكن عنده عبدالله طبعا عنده الحته الهجوميه وعنده خبرات بشكل اعلى طبعا، لكن ناصر ماهر عنده باور وعنده روح وعنده الجانب البدني يمكن والباور عنده اعلى من شويه من عبد الله. فلما بيكون عندي عده مجموعه لعيبه باشكال مختلفه وكلهم بيخدموا على بعض، فبيعمل توازن جوه الملعب. لما يكون عندي لعيب بيعرف يقف على كورته بشكل كويس، عندي لعيب بيقدر يعمل الدفاعيه بشكل كويس، عندي لعيب بيقدر يشتغل من على الاطراف بشكل كويس، بيعمل توازن جوه الملعب وبيخلي من هذا الكلام بيقلل الاخطاء جوه الملعب وبيخلي عندي دايما نزعه هجوميه بشكل كويس. فنادي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله يبقى موجود التوازن ده بشكل كويس، كل واحد يؤدي دوره بشكل كويس، خاصة كمان زي ما ذكرت لحضرتك زي ان الزمالك ان شاء الله يستثمر الكور الثابتة بشكل كويس، نفس الكلام نادي الزمالك لازم يقف بشكل كويس في الحتة الدفاعية. توقعاتك ايه لمباراة بكرة؟ انا شخصيا مش بحب التوقعات، لكن لو حضرتك سألتني اتمنى كسيناريو، هل تتوقع ان احنا اتوقع ان شاء الله نتفرج على كورة كويسة، على اداء كويس ان شاء الله، نادي الزمالك يبقى قد المسؤوليه، بنحترم الفريق المنافس بشكل كويس قوي زي ما هو الفريق المنافس بيحترم نادي الزمالك في اوقات كتير وبيحترم نادي الزمالك جدا. ان شاء الله نادي الزمالك يكون قد المسؤوليه، وان شاء الله نادي الزمالك يبقى المكسب لنادي الزمالك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. راح معاك دلوقتي يا كابتن ايهاب لي سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، كان سؤالنا شارك برايك ما هو التشكيل الانسب للزمالك في قمه السوبر امام الاهلي. مصطفى محمد، عواد في الحراسة، قلب الدفاع المسلوسي حسام عبد المجيد، الباكات عمر جابر وبن طيب، خط الوسط شحاتة وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، الهجوم زيزو سيف الدين الجزيري وكونراد. أمير الحريف، مساء الخير والسعادة والزمان، شكرا جدا. التشكيل الأنسب أمام الأهلي عواد، عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، بن طايق، عبدالله السعيد، شحاتة، ناصر، زيزو، كونراد الجزيري. بس أهم حاجة التركيز وعدم الأخطاء الدفاعية واللعب بروح إصرار وعزيمة والقتال وكمان استغلال أنصاف الفرص من أجل الفوز. ده كلام محترم طبعا. مصطفى حسن، عواد، عمر جابر، المسلوسي، عبد المجيد، بن طايق، عبدالله السعيد، شحاتة، ناصر ماهر، زيزو، الجزيري، كونراد. إن شاء الله بطل السوبر، الزمالك بطل السوبر ان شاء الله. اياد السيد، مساء ابيض بخطين حمر بلون تيشرت لذيذه، انا شايف ان جوميز يبدا بخطه 4-3-3، عواد، بن طايق، حسام عبد المجيد، المسلوسي، عمر جابر، شحاته، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، زيزو، سيف الدين الجزيري، مشلاك. بالتوفيق لنادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. احمد زيزو، اهلا بيكي يا مها، منوره، شكرا جدا. ان شاء الله التشكيله هتكون عواد، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، بنتاج، عمر جابر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، شحاته، زيزو، مشلاك، الجزيري. ان شاء الله الزمالك يفوز ويفرح جمهور الزمالك في الوطن العربي. نورا، عواد، عمر جابر، عبد المجيد، المسلوسي، بنتاج،
شحاته ناصر عبد الله السعيد زيزو سيف الدين الجزيري مشلاك بتوفيق لعبتهم باذن الله هيرجعوا لنا بالسوبر المصري ان شاء الله. كمان انتوا رجاله وقتها تحت اي ظروف مسكين فيكم يا رجاله. طبعا بشكر حضراتكم دائما وابدا على التواصل معانا. كابتن ايهاب كنت منورني وكنت سعيده جدا بوجودك معايا. شكرا جزيلا ومتقدم بتقدم ان شاء الله. بشكرك جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. إن شاء الله طبعا هنكون مع حضراتكم بكرة. بشكركم طبعا دائما وأبدا على طيب المتابعة. شكرا.